يا البيخاني، انت تعب من الدراسة والاجتهاد. احنا هلا الان في مكتبة الجامعة، هو يدرس الان. يا بابا راح اروح اخذه على البيت. يلا السلام. يلا اقرأ. ال قص تن تي هل يعني الذي سكن فقلت تي بابا قلت لك أريد كلمة أصغر منها. لا لا اقرأ، هذه كلمة اقرأها. يلا ولكنها صعبة. أنا أساعدك. إنها طويلة. ال قص تن تي نياتو. أحسنت. بسم الله. هل تريد قلم جميل؟ تسلو. ما هذا؟ ثوب من قطن. ثوب من قطن. لا غلط يا بابا. ثوب من أحسن قطن. من قطن. أحسنت ما شاء الله. ثوب من قطن. أحسنت ما شاء الله. والآن ماذا تفعل؟ أكل بطاطس. هاي بسم الله. أقرأ هذه يا خالد. أنتظر. حسنا سأنتظر. بابا ما هذه الكلمة؟ أنا إياه. هذه هنا. أقرأ هذه. سمن من لبن. أحسنت. سمن من لبن. أحسنت. سمن من لبن. أحسنت. كل عن البطاطس. أشود. هذه تشبه الراء أيضا. هذه تشبه الراء. انظروا إنها تشبه الراء. صحيح؟ إنها حرف الراء. أنا أقرأ كلمة ثانية. ما هي؟ تريد أن تقرأ كلمة ثانية؟ اقرأ هذا حتى ننسف أقرأها. أحسنت. أنت تقرأ كل شيء صحيح يا خالد؟ صحيح. سمك. أحسنت. سمك وسط البوح. بحري. سمك وسط البحر. وسط بحر. ما في ال التعريف من هذا يا بابا، لا يوجد ال. يعني بحر. بحر يعني يعني سمك بالبحر. نعم. سمك وسط بحر. ما شاء الله. كل بطاطس. الحمد لله. يس هاي. يي يي. اوكي. عفواً. هاي يعني نعطى عربة. يا خالد. قلت. احضر هذه المكالمة من من؟ من هو؟ من الحضانة. ستذهب إلى الحضانة. هذا صحيح. إلى الروضة. إلى المدرسة. ألم تقل لي أن تريد أن تذهب إلى المدرسة؟ أعلم، ولكن أولاً يجب علينا أن تقرئني الكلمات. سأكل بطاطس. حسناً. خالد لن يريد أن يذهب إلى المدرسة، يجب علينا أن نقرأ الكلمات. أجاني اتصال من الحضانة. خالد أجا قبول في الحضانة، وإن شاء الله راح يروح على الحضانة في شهر 8 إن شاء الله. نحن الآن في شهر 6. في شهر 8 إن شاء الله راح يبدأ الحضانة، وحتى أختك عسى ستذهب معك. نعم. هذه الحضانة مسلمة. هي حضانة لقبيلتنا. نعم. هيا نقرأ، لأن يجب علينا الذهاب إلى الحضانة اليوم كي يعطيهم الأوراق، أوراق شهادة الميلاد وجوازك السفر لكي يقوموا بتسجيلك. حسنا. مبروك. خالد ماذا تفعل يا خالد؟ أرسم. ماذا تفعل؟ سبحة. ما شاء الله. أين التشكيل على الحاء؟
أحسنت، ماذا تصبح الآن؟ سبحة سبحة. ما شاء الله، يلا تعال تعال نكفي هنا، يلا يلا اقرأ هذه الكلمة. سمعت صوت صوتا. أحسن، سمعت صوتا. ما شاء الله، والآن تأكل بطاطس. بسم الله. هل تحب البطاطس؟ ما هذه؟ دخلت بيتا. أحسنت، ماذا تصبح؟ دخلت بيتا. ما شاء الله، كل بطاطس الآن. بسم الله. ما شاء الله يا خالد، أحسنت. سأنتظرك عندما تنتهي، يلا هيا انتهي طعاما. ما هذه؟ أكلت. أحسنت، ما شاء الله. أكلت تمرا. ما شاء الله، ماذا تصبح؟ أكلت تمرا. ما شاء الله، صحتين وعلى كل كل بطاطس. أنت هلا ماذا تفعل الآن؟ تقول أنا أكلت بطاطس. ليس تمرا. هل أنت تأكل تمرا أم تأكل بطاطس؟ أكل بطاطس. صحتين يا بني. هلا يا خالد، نأكل واحدة وأن ثم نقرأ، ثم نأكل اثنان. طيب يلا كل هذه واقرأ الثانية. لبست. أحسن. لبست ثوبا. ما شاء الله، لبست ثوبا. ماذا يعني لبست ثوبا؟ يعني أنا لبست ثوب. ما شاء الله، اقرأ هذه. قطفت. لا بابا، لا أستطيع. ساعدني. حسنا، سأساعدك. حسنا، تعال انظر هنا. ما هذه يا بابا؟ ايش؟ ما هذه؟ قا. احسنت، قا. وهذه؟ تا. قطا. وهذه؟ قطا. ما هذه؟ قطف. احسنت، قطف. الان نضيف التاء وليس الضمة. قطفت. أحسنت، ما هي؟ قطفت. أحسنت، صحيحة. والآن ما هذه هي؟ أقرأها. قطفت وردة. ما شاء الله، ما تصبح؟ قطفت وردة. ماذا يعني هذا؟ يعني عندما نخرج إلى الحديقة رأيت وردة هنا بالعشب أخطفها. لمن ستعطيها؟ لمن ستهدي هذه الوردة؟ فقط سأعطيها لك عندما أعطيها لماما وعسولي. ستعطيها لي ولا بابا ولا عسولي؟ نعم. ما شاء الله، الله يرضى عليك، تعطي قبلة. أنا أحبك يا خالد. يلا كل بطاطس. ما يمكن أن نقرأ هذه الجميع ثم نأكل. ثم نأخذ اثنين من البطاطس، تأخذ واحدة لك وواحدة لي. حسنا، أنت أقرأ وكل أنت يا بابا. أنا لا أريد أن أكل بطاطس. بابا، ما يمكنك أن تشارك؟ حسنا، سأتشارك معك. نقرأ هذه. كي نقرأ هذه جميعا ثم نقرأ هذه جميعا ثم نقرأ هذه جميعا. لا، هذول انتهينا منهم. طيب يلا اقرأ هذه. يلا، هل تريد قراءة هذه؟ نعم. اقرأها هيا. رأيت أسد. رأيت أسدا. ما شاء الله، ماذا يفعل الأسد؟ يأكل لحم. لديك فيديو على اليوتيوب، صحيح يا خالد؟ نعم. والأسد في غرفتك، هل تذكر؟ كنت أتفرج على فيديو لي أن كنت نائم بسريري، سمعت الأسد إلى هنا ثم سرق على الرعب ثم استيقظت ورأيت أسدا. نعم. طيب وماذا فعلت بعدين؟ تكلمت مع الأسد، ماذا يريد؟ وهو يريد طعامه اللحم. هل ذهبت واشتريت له الطعام اللحم؟ نعم. أحسنت، هل أكلها؟ نعم، كلها ما شاء الله.
هل قال بسم الله قبل أن يأكل؟ نعم. هل غادر؟ غادر منزلي ثم اختفى ثم تحول إلى سرير صغير وفيه سحاب وأيضا رأيت ألوانا وأنا أرسم كلمة أسد وأسد هكذا. ما شاء الله ما شاء الله. سنضع رابط الفيديو الذي يتكلم عنه خالد في الوصف وأيضا في أول تعليق لمن أراد أن يشاهده. فيديو جميل ولذيذ وممتع، أليس كذلك يا خالد؟ نعم. يلا أقرأ هنا. أبصر أحسن صحيحة. طيران. ما شاء الله، ماذا تصبح كلها؟ كيف سأقرأها؟ بابا أعطيني قلم رصاص لقصص. لماذا تريد أن تقصها؟ لأنني أريد إذا قصيتها أستطيع أن أتمكن من قراءتها. أحسنت، هكذا صعبة؟ ليست صعبة. من أين قصيتها؟ من هنا. من هنا، صح. يلا اقرأها هيا. أب أحسنت. أبصرت. أحسن صحيحة، ماذا تصبح؟ أبصرت طيران. ما شاء الله. أبصرت طيران. ما شاء الله، أبصرت طيران. ماذا يعني أبصرت طيران؟ يعني رأيت طيران يطير بالسماء. ما شاء الله، رأيت طيران. هكذا أبصرت معناها رأيت، لقد رأيت، صح؟ نعم. طيب ما هذه؟ شرب. أحسنت صحيح. شربت لبنا. أحسنت، ماذا تصبح؟ شربت لبنا. ما شاء الله، شربت لبنا. شكرا شكرا لك يا خلودي، شكرا. هيا لنتشارك معا. إلى أين ستذهب؟ إلى المدرسة. خرجت من الجامعة، كنت تدرس هنا في الجامعة، في هذه الجامعة. ولكن الآن يجب علي الذهاب إلى المدرسة. تريد أن تذهب إلى الحضانة؟ نعم. هيا بسرعة، لا يوجد وقت. لا يوجد وقت؟ هيا بسرعة، هيا نرقص. بسم الله توكلنا على الله. أنا أستطيع الركض، أنا قوي. إلى أين نحن ذاهبون يا خالد؟ للمدرسة. أخذ خالد حتى نسجل في الحضانة. هل تحب المدرسة؟ نعم. ماذا يوجد هناك؟ أطفال والروضة هكذا. والروضة، نعم. تدرس فيها، تتعلم الكلمات؟ فقط أتعلم بها الحروف وأتعلم بها الروضات. هل تعلم أن هذه الروضة يا خالد بالإنجليزية؟ لا، بالعربية. للأسف يا خالد، هذه الروضة في الإنجليزية ليست بالعربية. ولكن يا بابا أنا عربي. أنت عربي؟ نعم. أنت عربي، تتكلم اللغة العربية ولكن بنفس الوقت تستطيع أن تتعلم اللغة الإنجليزية. هذه الروضة لا تتكلم في العربية، هذه الروضة فقط في الإنجليزية. يجب عليك أن تتكلم معهم في الإنجليزية من الآن وصاعدا. تتكلم معي بالعربية، تتكلم مع عسولي بالعربية. لماذا أنت حزين يا خالد؟ فقط أنا أريد أن تكون الروضة عربية. يا قلبي، ولكن يا بابا لا أستطيع أن أحضر لك روضة في العربية. هنا الروضات والمدارس كلها بالإنجليزية. هل تستطيع التحدث بالعربية؟ نعم. نعم. هل تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية؟ نعم أيضا. نعم أيضا؟ نعم. لا، هل أنت تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية؟ نعم. هل تفهمها؟ نعم. طيب تكلم معي بالإنجليزية هيا. Where are we going? Why are you laughing? يا بابا، أنت لا تتحدث اللغة الإنجليزية، تتحدثها؟ نعم. أنت هلأ الآن ستذهب إلى الروضة تعلمك اللغة الإنجليزية حسنا؟ نعم. هل تحب اللغة العربية أم اللغة الإنجليزية؟ أحب اللغة العربية فقط. يا قلبي، نعم، نحن جميعنا نحب اللغة العربية، ولكن نحن يمكننا أن نتعلم جميع اللغات، لا بأس.
عسل يا بابا. عسل يا خلاص هطلع الان الى الطريق السريع. ولكن من الطريق؟ من يعني الطريق بهدوء؟ طريق بهدوء يعني تحت الشارع. خلاني هذا الطريق سريع. أعلم ولكن ليس الطريق بهدوء هنا. هنا لا يوجد طريق بهدوء. فقط كله بسرعة. هل أنت سعيد يا خالد بذهابك إلى الروضة؟ نعم. هل أنت سعيد لأنك سوف تتعلم اللغة الإنجليزية؟ نعم. أحسنت يا خالد. سوف يصبح لديك لغتين، اللغة الأولى هي اللغة العربية واللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية. صحيح؟ نعم. هل تريد أن تتعلم لغات كثيرة؟ نعم. أحسنت يا خالد. تستطيع أن تتواصل مع أناس كثيرين جدا ويصبح لديك أصدقاء كثيرين. يصبح لديك أصدقاء كثر. عندما يصبح لديك أصدقاء كثر تستطيع أن تبدأ بالدعوة، تتحدث بجميع اللغات وتدعي الناس إلى الإسلام، تدعي أصدقائك إلى الإسلام. هل هذا صحيح يا خالد؟ صحيح. أحسنت يا بابا. خالد هذه الروضة. هذه هي؟ نعم هذه هي. خالد يزور هنا، خالد يزور هنا. مرحبا. قد وصلنا. اعملوا لايك، اشترك في القناة، اضغط زر الأحمر، تشترك على القناة. مع السلامة. مع السلامة يا أصدقاء. مع السلامة.